بدأ الأسبوع الأخير من مهلة إعفاء ممولي الضرائب من 50% عن مقابل تأخير سداد الضرائب. وكالة موديز تتوقع أن تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحدياً كبيراً لخفض مستويات الدين. نمو الوظائف الأمريكية يقفز لأعلى مستوى في 11 شهراً بيناير. مرحبا بحضراتكم، موعد نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة نيل. أكد بيان لوزارة المالية المصرية أنه اعتبارا ما اليوم يتبقى أسبوع على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل تأخير سداد الضرائب شريطة سداد أصل قيمة الضريبة خلال تلك الفترة. تأتي مبادرات وزارة المالية في إطار استمرار جهودها لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي. أشاد وزير الاقتصاد البلغاري إيميل كارانيكولوف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التشريعية التي تبنتها مصر، الأمر الذي يشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة خاصة في مجالات الصناعة والخدمات والبناء والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير البلغاري مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة البلغارية صوفيا. بحث الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفد شركة إسبانية عالمية الموقف التنفيذي لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية على خطي السكك الحديدية أسيوط نجع حمادي والقاهرة الإسكندرية. وأكد وزير النقل خلال الاجتماع على أهمية هذه المشروعات، وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية وزيادة عدد القطارات في اليوم مع تخفيض زمن الرحلة وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة سير القطارات وضمان الأمان للركاب. ويتكلف تحديث خط أسيوط نجع حمادي بطول 180 كيلومتر قرابة 155 مليون يورو، وتقدر تكلفة تطوير خط القاهرة الإسكندرية بطول 208 كيلومترات بنحو 142 مليون دولار. أعلن شامل أورولوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري عن خطط المجلس للفعاليات التي سوف ينظمها أو يشارك فيها هذا العام، والتي تتضمن عرضا لإمكانيات التصدير للمنطقة الصناعية الروسية في مصر وجلسة خبراء عن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في 19 من فبراير الجاري، وكذلك المنتدى الروسي العربي أريبيا إكسبو خلال الفترة من 8 وحتى 10 من أبريل المقبل. وقدم أورلوف تقريرا عن آفاق تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، مؤكدا أهمية التسويات بالعملات المحلية في كل من روسيا ومصر، خاصة التحويل المباشر بدون الربط بالدولار أو اليورو. أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضي بنسبة 9.5% لتبلغ نحو 61 مليار دولار مقابل 146 مليار دولار خلال 2017. وأشار التقرير الصادر عن المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم 10 دول مستوردة للملابس المصرية الجاهزة خلال 2018، وذلك بقيمة 797 مليون دولار، ثم إسبانيا بنحو 143 مليون دولار، واحتلت تركيا المرتبة الثالثة بقيمة 134 مليون دولار. قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بخفض مستويات الدين. كان لبنان قد شكل حكومة وحدة جديدة الخميس منهيا 9 أشهر من الخلافات. وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن هناك حاجة إلى إصلاحات جريئة بدون تأخير لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجه الدولة المثقلة بالديون. أكد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تعهدا بإنفاق 1.1 مليار يورو على مدار السنوات القادمة في لبنان بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة. وقالت رئيسة عمليات البنك في لبنان، والتي رحبت بأنباء تشكيل الحكومة في المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات،
توقعنا أنشطة لخطة إنفاق استثماري في مشاريع البنية التحتية وقطاعات أخرى مثل الطاقة واستثمارات في الاقتصاد غير الملوث للبيئة والأنشطة الزراعية والتصنيع والخدمات والمناطق الصناعية. قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد من الخام بلغت نحو 63 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال يناير، وذلك بانخفاض طفيف عن المتوسط المسجل في الشهر السابق. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن صادرات العراق من موانئ البصرة في جنوب البلاد هبطت إلى 53 مليون برميل يوميا، وذلك انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 63 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وكذلك تراجع حجم الشاحنات القادمة من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي إلى 75 ألف برميل يوميا من 99 ألف برميل في ديسمبر. وينتج العراق ما دون طاقته القصوى البالغة نحو 5 ملايين برميل يوميا، وذلك تماشيا مع اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومصدرين آخرين مثل روسيا، وذلك لتقليص الإمدادات العالمية بهدف دعم الأسعار. قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية مع قيام أرباب الأعمال بتوظيف أكبر عدد من العاملين في 11 شهرا خلال يناير. وأظهر تقرير الوظائف الشهري لوزارة العدل الأمريكية أن نمو الوظائف لم يتأثر بشكل ملحوظ بالإغلاق الجزئي للحكومة الذي استمر 35 يوما. وقالت وزارة العمل إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قفز 304 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2018، لكن أطول إغلاق في تاريخ الحكومة والذي انتهى قبل أسبوع دفع معدل البطالة لأعلى مستوى في 7 أشهر عند 4%، ارتفاعا من 3.9%. كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عن أن التكتل المؤلف من 27 دولة سيفرض قيودا على واردات الصلب بدءا من اليوم السبت، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المعادن. وتشمل القيود حصصا لواردات الصلب، وذلك في استجابة لمخاوف المنتجين بالاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم شملت الاتحاد الأوروبي بدءا من يونيو الماضي. انخفض التضخم بمنطقة اليورو كما كان متوقعا للشهر الثالث على التوالي في يناير، مع تبدد أثر ارتفاع أسعار الطاقة، بينما زاد التضخم الأساسي قليلا في إشارة مطمئنة للبنك المركزي الأوروبي. ويقدر مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أن الأسعار في دول منطقة اليورو والبالغ عددها 19 دولة ارتفعت بنسبة 1.4% في يناير مقارنة مع 1.6% في ديسمبر. وبذلك يكون معدل التضخم العام دون المستهدف من المركزي الأوروبي والذي ينبغي أن يكون أقل قليلا من 2%. أعلنت شركة غازبروم الروسية أن صادراتها من الغاز خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت بنسبة 1.6% على أساس سنوي في شهر يناير لتصل إلى 17.6 مليار متر مكعب. وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي زاد بنسبة 3.8% عن مستواه قبل عام ليصل إلى 47.4 مليار متر مكعب، وهو أكبر إنتاج منذ 2015. خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الرابعة في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها إن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفارا الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847 حفارا، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018. وفي أسواق النفط العالمية صعدت الأسعار 3% بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت في تقليل المعروض من الخام.
ولقت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة بنحو 91 من 100 دولار أو ما يعادل نسبة 3.14% لتبلغ عند التسوية نحو 62.75 دولار للبرميل منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 2%. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.47 من 100 دولار أي ما يعادل 2.73% لتبلغ عند التسوية نحو 55.26 من 100 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3%. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب متضررة من بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة، لكنها سجلت ثاني أسبوع من المكاسب وذلك بدعم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيتأنى في رفع أسعار الفائدة. وانخفض الذهب بنسبة 2% في المعاملات الفورية ليصل إلى 1317.60 من 100 دولار للأوقية منهيا الأسبوع على مكاسب بنحو 1.2%. وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 822 دولار للأوقية. وهبطت الفضة 1% لتصل إلى 15.90 دولار للأوقية. وفي بورصة وول ستريت الأمريكية أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على تباين، وذلك في تجاذب السوق بين موجة التفاؤل أثارتها قفزة في نمو الوظائف الأمريكية في يناير وتوقعات ضعيفة من Amazon.com وجهت ضربة لأسهم الشركات التجزئة. وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا بنسبة 26% حين ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 9%. وغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا بنسبة 25%. وصلنا إلى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة، بقيت تذكرة بأبرز ما جاء فيها. بدأ الأسبوع الأخير من مهلة إعفاء ممولي الضرائب من 50% عن مقابل تأخير سداد الضرائب. وكالة موديز تتوقع أن تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديا كبيرا لخفض مستويات الدين. ونمو الوظائف الأمريكية يقفز على مستوى في 11 شهرا بيناير. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.